نتكلموا نفكروكم في انك ماجر انتوما في وقتكم كوب ديمون تلعبت في ليبيا تلعبت في مصر تلعبت في مروك ليبيا مصر مروك او موكو جبتو غير واحدة ولا زوج من برا كو قاعدوا تقولوا اه احنا جبناها من برا ثم قراتوا تال السيد الرئيس شادلي بن جديد الله يرحمه جابها لكم هنا وضرب عليها وجابها وحطها لكم هنا ديتوها وتحضروا بها ومشي نتايا الشريف الوزاني عماني سرار يعطيهم الصحه ودارني ماتش لمركا محترف لاعب محترف اللي ما فرحتوش معاه خليته يجري وحده في السطاد راهو عاودوها يجري وحده في السطاد ما كانش اللي راح لحقوا على النقو ولا وكرمالي الله يرحمه صح نعاودوا نقولوا لكم الانجازات تاع السي محمد راو راو رئيس اتحاديه الجزائريه تاع ضربك وتاع اللي راه جاي رئيس الاتحاديه جاب لكم الاحتراف جاب لكم الاحتراف نعاودوا نقولوا الاحتراف جاب لكم الاحتراف الاحتراف هو بالك دار غلطة نقولوا بالك دار غلطة مين جاب لكم الاحتراف قدام لي قريكم وينو قدام لي انا تبان لي دار غلطة قدام لي قريكم نورمالمون كو قراكم كو قرا المحللين كو قرا الصحفيين كو قرا المدربين وكو قرا رؤساء الاندية وجاب لكم الانجاز جاب لكم مدربين اللي بيقروا المدربين تاعنا اللي ما بغيتوش نتوما خاتش وجاب لكم باش ولا بغا يدير لكم مؤتمرات لرؤساء الانديه ما وليتوش تجو تحقروا ما وليتوش تجو ماشي تحقروه علاه في ريساكم ما كاش الاحتراف في ريساكم كاين تدخل نخون المدرب يخدم مع اللاعب الصحفي يخدم مع اللاعب ومع المدرب راك فاهمني الصحافه دروك طورت اي تخدم مع الرؤساء الانديه اي تخدم مع الرؤساء ديريكت دونك اللعابه ماشي دايرين عليه من رئيس نادي لرئيس نادي تاك تاك اللعاب يروح في السماء في الهواء اما اليوم اللي قنتوما تكونوا واعيين وتعرفوا شنو هو الاحتراف اللي قتوعوا رسالكم لو كان الاحتراف لو كان دخلتوا قريتوا الاحتراف شنو هو الاحتراف ديروه في رسالكم ومن بعد خرجوا الميدان وقدموه ما تجيش اليوم تهدر تقول انحراف انحراف حاج محمد راو راو جاب لكم احتراف جاب لكم لي ستاد بسبب حاج محمد راو راو لي ستاد تبناو كنا نلعبو في لي ستاد تاع وقت الاستعمار بولوغين كانوا دايرينو لارمي يلعبو فيه بزاف لي ستاد راك فاهمني ما تجوش اليوم تقولوا لنا انحراف انحراف نتوما اللي درتو نتوما منحرفين ناس منحرفين على كرة القدم كرة القدم تبغي ديشان انتم منحرفين تروحوا من تبغوا تخونوا سراق بنقولوها لكم انتم سراقين تبغوا سرقة تبغوا الخيانة تموتوا عليها تبغوا تلحسوها تبغوا تضربوا الفريرة تبغوا تضربوا تبغي ميت تصيدك اللي تخلي الوردة تاع الديك تبان في الزلافة تعرفوا دا الوردة تاع الديك في الزلافة هذه هي الوردة التصويرة تاع الديك تبان في الزلافة تبغوا تلحسوا كلش وميتوخروا كلش يطيح بالشيخ كاينه واحد النقطه راني نستغل زعما راني نفكر كاينه واحد النقطه برك بالشيخ ميتكلم على ليستر تقول ليستر فريق ضعيف والعام اللي فات الناس ليفربول مانشستر ارسنال كانوا راكدين كانوا عندهم مشاكل داوها في الغفله والسنه غادي يطيح فريق ضعيف انت بالشيخ عزيزي لا راني غلط ربي انت كبير عليا وتعرف إلا راني غلط الحاج محمد فاني كبير علينا سي الميلود كبير علينا فانيك نتوما تعرفوا خير مني ربي قولوا لي 84-85 بالشيخ دا كوب دالجيري مع المولودية 86 طحت ولا ما طحت ياه 86 طحت ولا ما طحت هاو داو تهضروا على الغاشي وناسي نعيبكم هاو ناسي عيبك طحت ولا ما طحت هدر معايا هدر معايا طحت ولا ما طحت وينو طحت ولا ما طحتش 84 عزيز لاني غلط ربي نحبس 84-85 ديت كوب دافري كوب دالجيري كونتر لاز 4-2 عام الفجح عام الفجح تر واحد انت هدرت مع الاربيت خرج لك الفجح باش انت وليت الدور اليز الفجح دارك في جيبه
دارك في جيبه كيما انت قلت لهم ذاك الجوار تاع البارسا دار كريستيانو في جيبه تاع محمد شيخ يدير لك هاك حو هذه كاينه تاع كاين دارك في جيبه انت دارك في جيبه لفجح دارك في جيبه اما لا انت 84 85 ديت كوب دافري كوب دالجيري 86 على طحت تما انت فريق في ذاك الوقت كان فريق تاعكم كان فريق ضعيف ميليستر في انجليز ادات كوب ادات شامبيونا اي ضعيفه انت في ذاك الوقت فين كان نجيب لك الامثله تاعك برك خاطش عليه ما تسقاش ما تسقاش تحضروا خاطش عليه الهضره اللي كنت تحضروا فيها كي انتم درتوا العيب فيها ديري العيب فيها تحضروا على الاخلاق انت قدام 70,000 متفرج روح درت هاك تهدر الاخلاق مع المدرب الواحد قلت للمدرب سعدان قلت له ما تجيش تعيط لي تهدر الروح الوطنيه ما بغيتش تمثل الفريق الجزائري روحت ريفيزيت الفريق الجزائري واو لا ريفيزيت الاعلام ما ريفيزيت الفريق الجزائري كي نقولوا الاعلام نقولوا الجزائر كي نقولوا الجزائر نقولوا الاعلام راك فهمني ما عندكم حتى دخل في الاخلاق درتوا الشونطاج للمدربين مي تهضروا على الجوار هذو مي يديروا الشونطاج انتوما ما قبلهم درتوا لي شونطاج الناس نقلت هذو اللاعبين المحليين بسببكم انتوما خرجوا مشي لعابه خاطش انتوما كنتوا قدامهم شافوكم وشافوا الخدمه تاعكم في لي زيكيب راني يعني مين نهضر كاع اللعابه القدماء حاجه قليله مساكين اللي جبدوا روحهم قاعد يشوفوا هي من بعيد الناس العاقلين اللي يبغوا الفوطمه اللي يبغوا يكتشفوا اللاعبين جبدوا مساكين قاعد يشوفوا من بعيد شوفوا خاطش عليه لي بولب هما اللي قاعدوا لي بولب هما اللي قاعدوا كيما دروك انا نشوفو بالاذاعه غير هما برك هاو في الصيف عاود عامل العاب القوه تجابوهم من فانيك هما تا قلنا لهم هاو ديرو بالشيخ فانيك العاب القوه ولا رمي الجله بالشيخ ولا هاو رمي الجله فانيك السباحه ركوب الخيل فانيك بالشيخ مي سمعونا وهدرنا خليها درنا الواحد في الاذاعه تاعهم قالك اودي درنا غلطه في هذه من بعد ولاو يجيبو تاع البوكس يجيبو تاع جيدو ولا يجيبو راك فاهمني اما اليوم حاج محمد راوراوا جاب لكم الاحتراف حاج محمد راوراوا اللي ما خلاكمش نتوما كنتو بكري تروحوا ديروا تربصات امال جل خويا هاو من الجزائر للبرازيل ولا هاو باغي انت البرازيل بغيت تضرب تحويسه في البرازيل ديت لي كيم ناسيونال تاع البرازيل ياه اسمح لي اسمع انت عندك كوب دافريك في المالي روحت للكوب روحت للبرازيل تاكلوا في الدراهم حاج محمد راوراوا كان عارف بلي ناس خيان شد لكم جابكم ابن سيدي موسى الدراهم اللي تاكلوهم في الخارج هنايا في الجزائر الكار 10,000 مازوت لا شيء المازوت ما طياره ما بيلوت ما 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 ما, ما, ما تلقاك الموظفه تحط لك الويسكي كلاسي وروخرك سموها اللي تقدم كلش مقطع فهمني مالو كار يديك سيدي موسى عاود يوديك لوتير فماك سايق يبني في لوتير فماك مدرسة التكوين تاع المدربين فما كلش فم هل حاج محمد راه راه شاد لكم اللي نتايا جامي تجي فماك ماتر عمرك لا غادي تجي رئيس تاع خاطش على ما عطيكش عليها حاجة ثقيلة وغادي وين انت غادي ندمو الحاج محمد راه راه غادي نهار لي وخر نقول لك غادي يطيح غادي يطيح كيما جبل تاع وهران جبل تاع وهران هذا كيطيح نقولوا شو كان مربد علينا تتولي غينيا تجي تربحنا تولي انتوما دروك مي رانا راكم تهضروا على لي زوطون شيشل منا غينيا 2008 اليميناتنا كوب دافريك هنا في الجزائر راه لا الطوغو ضربتنا بثلاثه 2004 2006 نيجيريا ضربتنا بخمسه لهنا واو لا كانوا رجال كنا من نشوفوا كوتيبور الناس قاعد تخزن ما كاش اللي يروح للسطاد كل واحد يدير واحد يدير فيلم تاع واستر واحد يدير فيلم تاع سطا الاخرى تاع كوميك واحد يدير تاع كنا نتبعوا كابتن ماجد كنا سيبورتو كابتن ماجد وكاع نسينا الفوتبول الجزائر كنا نتبعوا كابتن ماجد تقولوا شتي قلع ولا شكي دار كنا نتبعوا كابتن ماجد ها ما تنساوه ونسيتو ها وجو اليوم نتوما تهضروا لنا على 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 الحاج محمد راوراوا اللي ردكم نتوما في الاذاعات تهضروا على الجزائر ياه انا الناشد الحاج محمد راوراوا والناشد الناس اللي يعطوه ذي الرساله يا الحاج محمد راوراوا دينا اذاعه خاصه بالفريق الوطني الجزائري من فضلك دينا الناس خلي هذو يحبسوا وحدهم
يولوا يتفرجوا غير هما ونساهم ولادهم، نسبة المشاهدة تولي فين ساهم ولادهم وهما برك بعضهم بعض يتفرجوا. ناشد الحاج محمد راوراوا يدينا انشان تاع فريق الوطني الجزائري وناس عاقلين اللي يهضروا الفوتبال ويساهموا ناس الفوتبال ويعطونا تحاليل تاع كرة القدم في المستوى، في المستوى العالي، خاطش على هذو مازالوا في رسالهم هوات، مازالوا هوات، مازال ما كان والو سي محمد، ما كان والو في رسالهم، نكيت با فيهم مرض زرق في رسالهم. انايا هذا اليوم هدرنا على الشخصية تاع الحاج محمد راوراوا، الرجل الذي لا ينحني، الرجل اللي داير 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 النيف للنيف، مشي دايره المشوار، الرجل اللي يحب ذا الإعلام، الرجل اللي وقف مع ذا الإعلام. ما تجوش اليوم تهدروا لنا الحاج محمد راوراوا، الحاج محمد راوراوا قاعد الجزائريين هنا وفي الخارج مع الحاج محمد راوراوا. ما خاصناش ناس يجوا دروك يقول لك اه ما جرت الناس في يقاته، ما جرت قالوا له اعطينا الخطه، اعطينا الخطه الجزائريه كي لعبت، قال لهم حاج محمد راه الاتحاديه ولا هي حاجه الاتحاديه. شكرا لك زميلي احمد شوبير على ذكر انجازات رئيس الاتحاديه الحاج محمد راوراوا، كما هي معروفه لدى متابعي الكره الجزائريه وعن انجازاته التاريخيه التي حققها مع المنتخب الوطني وما وصل اليه المنتخب الوطني الجزائري اليوم. كلمه اخيره توجهها الى محبيك سواء كان هناك على قناة اليوتيوب شوبي دي زاد أو على صفحة الفيسبوك شوبي العين تيرلس. اسمح لي هي نعطو كلمة صغيرة العيد خويا، كلمة صغيرة. حنا مي كنا ننتقدو هادو اللاعبين المحليين، اللاعبين المحليين اللي دروك راهم كبروا مساكن، راه غالب راهم كبار دي سينيور، هادو نجمو نقارعو للتكوين اللي راه تحت، اللي راه جايين تحت لاباس. هما ذو الكبار خسروهم هادو، لما يجوا هنا محللين خسروهم الصحافة، نطلبوا من الوالدين تاع اللعابه اللي راهم في لاباس ما يخلوهمش يتعارفوا مع الصحافه. الصحافه ضربك راهي في المستوى العالي تخدم تبزنس، نطلبوا من والديهم ما يخلوهمش يخدموا مع الصحافه. وحنا نقدموا رساله ونعاودوها للحاج محمد راوراوا، نتمناو ان شاء الله بربي نشوفوا انشان تاع فوتبال تاع فريق الوطني الجزائري. هذه هي، ونهدوها لعيد خويا، نهدوها ناس اللي يبغوا الفريق الوطني والناس اللي تبغي الجزائر وابناء الجزائر اللي يحبوا الجزائر. هذه هي العيد خويا، والامان والاستقرار هو اللي يجيب لك الرزق، راك فاهمني. سيدنا ابراهيم الخليل من طلب ربي على مكه، ما قالوش يا ربي ارزق هذه الارض، قالوا يا ربي الامان.